اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 20 من شهر رمضان المبارك. حقيقة يسأل الكثير من الصائمين حول حكم من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ماذا يفعل؟ أولا يجب عليه الاستغفار لأنه عصى الله سبحانه وتعالى، بالتالي عليه ذنب كبير وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فيجب عليه الاستغفار وهذا أمر بالدرجة الأولى. ثم بعد ذلك يترتب عليه اللي هو عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين لكل مسكين مد من الطعام، فنعبر عنها بالكفارة المخيرة. الكفارة المخيرة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام، مد يعني 3/4 الكيلو من الطعام. الأمر المهم أعزائي في مسألة الإفطار المتعمد وهو مسألة التعزير الذي هو في الحقيقة حكم شرعي ثابت، وهو مسألة التعزير. التعزير يعني يؤخذ بهذا الشخص الذي تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان من دون سبب، يؤخذ به إلى الحاكم الشرعي ليقدر حدا معينا من الضرب بالصوت إلى حد الإنهاك. بعض العلماء يوجب عليه 25 صوت في المرة الأولى، فإذا أمسك في المرة الثانية متعمدا للإفطار من دون سبب أيضا يضرب 25 صوت، وفي المرة الثالثة أيضا يضرب. بعض العلماء قال يقتل في المرة الثالثة، ولكن سماحة المرجع يحتاط في المرة الرابعة. إذن هذا ما يعبر عنه بالتعزير، ليس فقط يوجب عليه العتق والصيام والإطعام، لا، بل هنالك تعزير وحد شرعي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه كل من تجاهر في الإفطار وكل من انتهك حرمة هذا الشهر الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصيامكم ببركة محمد وآل محمد.